أرسلنا ملفات خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن المنظمة الإرهابية قبل المحاولة الانقلابية، وسيتم أيضا تسليم ملفات أخرى عن مرحلة ما بعد الانقلاب للأمريكيين. الجهود تتواصل، وقد رحبنا ببعثة من وزارة العدل الأمريكية، كما أن بعثة مماثلة من وزارة العدل التركية ستتوجه إلى الولايات المتحدة. وزيرا العدل والداخلية التركيان سيسافران معا إلى واشنطن، حيث سيركزان جهودهما على تقديم الأدلة.